نصر الدين بن سعيدي أول جزائري في العالم يقوم بأداء واجبه الانتخابي لرئاسة السابعة من سبتمبر 2024 نظراً لشغفه فخره واعتزازه للانتماء للبلد الأم الجزائر. توجه لمراكز الاقتراع بمدينة سيدني الأسترالية منذ الساعة الأولى من يوم الاثنين. وكما تعلمون أستراليا بعيدة عن الجزائر، بعد المشرق عن المغرب، يعني احنا عندنا الصباح انتم عندكم الليل، فرق كبير في الزمان والوقت، الا ان قلوبنا دائما متعلقه بالبلد وبالوطن الام. وكما ندعو من هذا المنبر جميع افراد الجاليه الجزائريه اينما كانوا للالتحاق بمكاتب التصويت والادلاء باصواتهم والالتفاف حول الوطن. مشاركه الجاليه الوطنيه بالخارج بقوه في العمليه الانتخابيه امر بات ضروريا لعديد من الجزائريين الذين ينتظرون المناسبة الديمقراطية للتعبير عن حاجتهم للوطن والبحث عن أفق أوسع عبر امتيازات قانونية وإدارية تسمح لهم بالتقرب أكثر بذويهم في الجزائر. وهذه فرصة لنا، لأن احنا الجالية الجزائرية تعتبر الجالية المنسية، لكن الحمد لله السفارة وفرت لنا مكاتب اقتراح في سيدني وبريسبان وملبون وحتى في نيوزيلندا، وهذه فرصة لنا باش نجو نعبروا على شعورنا وعلى أصواتنا، وخاصة باش يسمع صوتنا في الداخل في الوطن. المشاركة في العملية الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية ليوم السابع من سبتمبر حق وواجب انتخابي لإثبات الوجود لأفراد الجالية الجزائرية بمختلف دول العالم، وكذا مناسبة لتحقيق مزيد من المكاسب.